بتعملي ايه يا مارو؟ بتذكري؟ امي ساعد امك في المطبخ. التعليم للولاد بس، شادي هو اللي هيكمل تعليمه، انما انت كده كده هتعودي في البيت. احنا هنخرج شوية يا بابا. اخرج انت يا شادي، انما مروة لا، تعالي اقعدي جنب امك. وش معنى شادي هو اللي يخرج؟ الولاد بس اللي يخرجوا، البنات ما يخرجوش من البيت، ما ينفعش البت تبقى زي الواد. مين بس اللي قال كده يا زكي؟ من غير ما حد يقول، الست ما ينفعش تعمل كل حاجة. يا زكي خليك زكي، التفريق بين الاتنين في التعليم والخروج والكلام مش صح، ده يكسر قلب بنتك ويخليها تغير من أخوها. الكلام ده جديد علينا، هو التعليم مثلا هينفعها في إيه؟ لما تعلم بنتك هتوسع مخها وهتكبر وتبقى سند لنفسها، وعيلتها تفتخر بيها. نفتخر بيها؟ الست بقت بتشتغل في كل المجالات، وصلت لأكبر المناصب، يعني مفيش فرق بين ست وراجل. فهمت يا زكي؟ أني فهمت، ومن النهاردة مروة زي شادي، مفيش فرق. وعشان نطلع خطوة لقدام لازم إيدينا تبقى في إيدين بعض، رجالة وستات، من غير خلافات ولا تفريق.